اهلا بيكم اصدقاء اليوتيوب. النهارده الاربعاء 26 مايو، هنتكلم النهارده على الماتيك MATC عمله اسمها ماتيك، وعلى البيتكوين، وعلى ايلون ماسك، وعلى القرد. قرد قرد اصبروا معايا لغايه نهايه الفيديو. دلوقتي نتكلم على عمله ماتيك. العمله دي نطت نطه غريبه اليومين اللي فاتوا دول. عملة ماتيك عملة قوية، من العملات الرقمية المشفرة الحاضرة بقوة في آخر 30 يوم، حيث سجلت صعود بنسبة حوالي 364% خلال هذه المدة. ما سبب ارتفاع العملة الرقمية ماتيك في 24 ساعة الأخيرة؟ بيأتي ارتفاع الأسعار الأخير في وقت أعلن فيه الملياردير مارك كوبان رسميا دعمه لتشغيل البلوكتشين الهندي ماتيك. مارك كوبان الذي تبلغ ثروته الصافية 4.4 مليار يستثمر بكثافة في مجال الكريبت والبلوكتشين. أصبحت ماتيك بوليجون أحدث إضافة إلى المحفظة الاستثمارية الخاصة بمارك كوبان. هي ارتفعت بطريقة، يقوم المشروع ماتيك ببناء حلول تحجيم الطبقة الثانية للإيثيريوم، وقد تم تأسيسه في عام 2017 من قبل مهندسي مبرمجيات. طيب نظرا لان بلوكتشين الايثيريوم تسهل بناء نظام بيئي ضخم من التطبيقات اللامركزيه DAPPS ومنصات التداول اللامركزيه DEX وتطبيقات التمويل اللامركزي DEFI والعقود الذكيه والNFTs وما الى ذلك، فهي تستضيف مجموعه واسعه من المستخدمين. تمام. يحل مشروع توسيع الطبقة الثانية إحدى أكبر مشاكل الإيثيريوم، مثل المعاملات ذات الرسوم المرتفعة وازدحام الشبكة. يعني الموضوع مهم، ركزوا على العملة دي يا جماعة ماتيك. طيب دي بالنسبة للماتيك. طب هنتكلم على إيه تاني؟ عايزين نتكلم على البيتكوين. البيتكوين ابتدى في قلق حواليه، طبعا ان هو الراس بتاع العملات الكبيره، ده البيج بوس بتاع العملات، لما بيطلع كله بيطلع، لما بينزل كله بينزل. تمام. البيتكوين زي ما انتم شايفين طلع النهارده طلوع برضو كويس، عدى تعديه كويسه، ده ربنا يسهل بس يعدي ال 41 42، انا عايزه يعدي بس ال 42، هو عدى ال 42 بس انا عايزه يعديهم ويعدي بقى يخش بقى على 45. ده لو دخلنا على 45 احنا نبتدي في الصعود تاني، يمكن الصعود خفيف دلوقتي، ما نعرفش هيحصل ايه، هينزل ولا يطلع الله اعلم، بس ربنا يسهل، بنقول يا رب. طيب البيتكوين طبعا عايزين يضربوه. نجحت العملات الرقميه في تسجيل اداء ايجابي اليوم الثاني على التوالي، ترفع مكاسبها السوقيه الى ما يقرب 350 مليار دولار خلال اقل من 48 ساعه، وزادت القيمه السوقيه للعملات المشفره من ادنى مستوياتها قرب ال 1 تريليون و31 من 100 دولار الى مستويات 1 تريليون و7 من 10 دولار. طيب مش عايز طبعا اقول لكم الارقام الكتيره السخيفه دي. ارتفعت البيتكوين لمستويات اقرب من 41 ألف دولار، صعودا لمستويات المستويات حاليا دلوقتي 39 طبعا و66 من 100. طب رغم التحذيرات المستمرة من البنوك المركزية الكبرى الصيني والأمريكي وبنك إنجلترا التي ترى أن العملات الاستثمار في أن العملات أو الاستثمار في العملات الرقمية ينطوي على مخاطر كبرى، ارتفعت العملات البديلة هي الأخيرة بوتيرة أسرع من البيتكوين التي تعرضت لأغلب الهجمات الأخيرة، وزادت حتى الإيثيريوم زاد خلال تلك اللحظات بأكثر من حوالي 13% الى مستويات كبيره. يعني الايثيريوم وصل بقى كام النهارده؟ بص دلوقتي 2800، ده عمال ده طالع. تمام. يعني عايز اقول لكم يعني في انتعاش في السوق كويس، والبي ان بي خلي بالكم يا جماعه، البي ان بي يعني بس لما نيجي نخش على شوف سيزي باينانس اللي هو مؤسس الشركه بتاعت باينانس، الحاجات بتاعته الصفحه بتاعته على تويتر، في ناس مشبهينه ببروسلي، مشابهين بروسلي بي وعاملين الرسمه دي. واحد بيقول انا مليونير ده سنه 2018، يقول انا معايا بي ان بي، واحد بيقول انا مليونير في 2020، والتاني يقول انا معايا بي ان بي ما باعهاش يعني لغايه 2024 كل بقى المليونيرات هيبقوا واقفين كده
بيبصوا ويشوف اللي كان معاه بي معاه قصر ضخم اللي هو اغلى من كل الاغنياء، يعني هم بيموهوا ان يعني البي ان بي هيغلى قوي في 2024. الله اعلم، ما نعرفش ايه اللي هيحصل. نخش بقى الموضوع ايه، طبعا الاخبار بتاعت البيتكوين. اللي قلناها في اخبار كتير عن البيتكوين النهارده، موضوع القرد وإيلون ماسك. القرد وإيلون ماسك، إيلون ماسك ده في ناس بيقول لك عليه مجنون، بس انا شايف طبعا نسبه جنانه اكيد، بس مجنون احنا بنقول عليه مجنون عشان هو مختلف، بس هو التطور اللي عنده في دماغه، الذكاء اللي عنده ذكي جدا، مش زي ما انتم بتشوفوه كده بشكله غريب شويه كده واسلوبه غريب، لا بس هو دماغه قويه، يعني مش عادي يعني. الموضوع القرد بقى موضوع القرد ده موضوع حلو، بقى له فتره على فكره الخبر ده، بقى له فتره، بس انا هقوله لكم بتاع اللي هو بيعمل ايه. يعني من ضمن اعمال ايلون ماسك مش بس الفضاء بقى وحاجات زي كده، لا ده في حاجات متطوره، ده هو عايز يعمل شريحه فيها ميزه وعيب بصراحه. الشرايح اللي هو عايز يعملها في دماغ الانسان، هو عايز يعمل شريحه يحطها في دماغ الانسان. من ضمنهم الشريحه ان هو عايز، فاكرين الليمبي 8 جيجا، هو عايزين يعمل حاجه، عايز يعمل حاجه كده زي الليمبي 8 جيجا، اللي يحط لك شريحه في مخك ويعمل لك برنامج، ينزل لك برنامج. انت مثلا معكش اللغه الاسبانيه، تنزل برنامج اللغه الاسبانيه في دماغك، تعرف تتكلم اسباني ازاي؟ الله اعلم، لسه مش فاهمها لغايه دلوقتي، بس هو في حاجه عاملها الشريحه بقى دي الميزه. يعني في حاجه ميزه وفي عيب. العيب اللي هو بقول لكم انه هيلعب في الانسان، ودي مشكله كبيره، انه يلعب تلعب في مخ الانسان، دي ممكن تسيبه بشلل في المستقبل. بس هو في حاجه عايز يعملها كعلاج. يعني عمل ايه؟ عملوا شريحه في دماغ القرد ده، ومشهد لا يصدق نجح قرد في ممارسه لعبه فيديو بعد ست اسابيع من خضوعه لزراعه شريحه الكترونيه في دماغه. القرد بيجر الذي يبلغ 9 سنوات، حلو كده صغير عنده 9 سنين، ظهر في مقطع فيديو اصدرته شركه نيرا لينك التابعه للملياردير الامريكي ايلون ماسك مالك شركه تسلا وسبايس اكس، وهو يمارس لعبه بونج لكن بعقله، يعني يقعد يحرك اللعبه بعقله. وقبل تصوير الفيديو كانت ست اسابيع قد مرت على خضوع بيجر لعمليه زراعيه لعمليه زراعه اجهزه نيرالينك على جانبي دماغه، فيما تعلم القرد كيفيه التعامل مع جهاز الكمبيوتر من اجل الحصول على مكافاه وهي كوب من عصير الموز. يعني بيقولوا له العب وعلموه كده، يقول لك هتاخد مكافاه كوب عصير موز، يا بخته طبعا. وتعمل الشرائح المزروعة في دماغ القرد على تنسيق الإشارات العصبية وتساعده على تأدية مهام جديدة بمهارة. وخلال الفيديو يتحدث شخص ما عن إمكانية الاستفادة من التجربة إذا نجحت تماما وطبقت على البشر، حيث يقول هدفنا تمكين المصابين بالشلل، تمكين ده الهدف بقى، تمكين المصابين بالشلل من استخدام جهاز كمبيوتر او هاتف بنشاط الدماغ وحده. يعني بدل ما الواحد عنده شلل، عن طريق ممكن الشريحة دي يستخدم ان يحرك الجهاز كمبيوتر، يستخدمه يكتب عن طريق عقله التفكير بتاعه. بيعملها ازاي ما نعرفش، انا ما اعرفش التفاصيل بصراحة بتاعت الموضوع ده. واضاف لا يمكنك رؤية مكان الزرع والقرد سعيد ولا يشعر بشيء، لقد قطعنا شوطا كبيرا مع القرود، احد الاشياء التي نحاول اكتشافها هو اما اذا كان بامكاننا جعل القرود تلعب كرة الطاولة مع بعضها البعض سيكون ذلك رائعا. كما سبق ان اعلنت نيرالينك انها زرعت مستشعرات لاسلكية بحجم العملة المعدنية داخل دماغ 2 من الخنازير، ووصف المستشعرات بانها كانت لائقة، وتحتوي الغرزة الصغيرة التي طورتها الشركة على أكثر من 3000 قطب كهربائي متصلة بخيوط مرنة سمكة الشعرة، وقادرة على مراقبة حوالي 1000 خلية عصبية. الموضوع كبير جدا وصعب ومعقد بالنسبة لنا، يعني اللي هو ما يفهمش في الكلام ده قوي، بس هو شكلهم بيعملوا حاجات لصحة الإنسان يفيد، بس بيعملوها بيطبقوها دلوقتي على القرود والخنازير، عشان الخنزير في حاجات كتير قوي مشتركه بينه وبين الانسان. لذلك حتى انا عندي وجهه نظر شخصيه، ان ربنا حرم على اليهود في العهد القديم عندهم،
وفي الـ في الـ وفي الـ وفي الإسلام حرم الخنزير، لأن الخنزير قريب جدا من طبيعته في حاجات كتيرة قوي من الإنسان، في حاجات كتير من الإنسان. لذلك هو تحرم حرمانية جت من الموضوع ده أساسا، إن هو قريب قوي من الإنسان، فطبعا حرمت إزاي هتاكل الإنسان حاجة زي الإنسان يعني. ما علينا، مش عايز أخش في الحرمية طبعا والحلال والحرام، خلينا في موضوع الصحة. إنه إيلون ماسك عايز يقول إن 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 هو عايز يعمل حاجات مفيدة للبشرية كتير يعني. هو يعني رغم إن هو مجنون وبهدل الدنيا في العملات الرقمية، بس هو مفيد في موضوع الحاجات التقنيات الجديدة دي، وربنا يوفق الجميع. أنا عايز الجميع كلهم يا جماعة كلكم تكسبوا، محدش يخسر في البيت في العملات الرقمية. فركزوا أنتوا في العملات الرقمية، عشان العملات الرقمية داخلة على وقت دلوقتي صعب، يا إما هتنط لفوق يا إما هتنزل وينتهي فترة البران، وهتخش بقى فترة الركود، تقعد فترة ما نعرفش قد إيه، أسابيع، أيام، شهور، سنة، سنتين، ما نعرفش. فإحنا دلوقتي كله في علم الغيب دلوقتي، لأن السنة دي تختلف غير كل سنة. يعني ناس بيقول لك البران ممكن تخش في فترة الركود فترة قليلة جدا، وفي ناس يقول لك أنا زي الأول 3 سنين وترجع تاني، وفي بيقول لك هتاخد أيام وترجع تاني. فاحنا مش عارفين، ممكن تبقى الموضوع يبقى ببساطة يعني بهدوء، هتطلع يصعد السوق بس بهدوء، مش بالطريقة الجنونية اللي حصلت في خلال الشهور اللي فاتت. فربنا يوفق الجميع، ركزوا مع إيلون ماسك، وانا لو عندي اخبار عن الحاجات اللي بيعملها الجديدة هقولها لكم بالنسبة لإيلون ماسك. وبالنسبة للعملات الرقمية يا جماعة، انا شايف انه ركزوا مع الماتيك اللي قلنا عليها، ركزوا مع الكاردانو، دايما كنت بقول يا جماعة ستيلر والكاردانو، ودلوقتي فش دخل مع المجموعة ماتيك. وانا كنت عملت فيديو على الماتيك على فكره قبل كده، من حوالي شهر تقريبا كنت عملت فيديو او 3 اسابيع كنت عملت فيديو عن، كلمت عن من ضمن الخمس عملات كانت هتغلى، وقلت وقت ده كان واحد منهم. فرجعوا للفيديوهات القديمه هتلاقوه. فربنا يوفق الجميع، ولو في خبر يا جماعه عندكم اكتبوه في التعليقات، ويا ريت تدعمونا بلايك وشير للفيديوهات كلها. سلام يا جماعه.